مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبتين يا هلا. اسمي احمد الزرعوني وعندي اقتراح. تفضل. انا اقتراحي ان سبونسر شيب حق المواطنين يدرسون التخصص. أنت اقتراحك الحين أن احنا نحط هالتخصص مجال لرعاية الطلبة، صحيح؟ في مبادرة بالأبواب موجودة في الموارد البشرية، بس كلمينا أكثر عن مبادرة بالأبواب. احنا يمكن هاي طلعنا بالمبادرة في 2016، كان الهدف منها تسهيل مقابلة الموظفين. عندنا عدد من التحديات يواجهها الموظف في هيئة الصحة في دبي، من ناحية مثلا عدم الالمام ببعض السياسات والاجراءات، او مثلا طلب من الطلبات للموظف لم يتم الرد عليه، او يمكن تم الرد لجهه يعني ادارته ولم يتم ابلاغ الموظف فيه. احنا كنا في عام الخير 2017، ومن ضمن مبادرات الهيئه لعام الخير قامت اداره الموارد البشريه باعداد واعتماد صندوق الاتكاف الاجتماعي للموظفين. الهدف من هذا الصندوق دعم الموظفين في الحاجات أو الاحتياجات الطارئة اللي يمرون فيها. طبعاً احنا نتكلم على المساعدات المالية، هنا نتكلم على أمراض، نتكلم على مثلاً ظروف طارئة تمر فيهم أو احتياجات معينة تكون عبء مالي بزيادة على الموظف. احنا بنتكلم على السنتين اللي فاتت صراحة، 2015-2016 ولين الحين بعد 2017، يعني نصف الأول من 2017، ما شاء الله أكثر عن 23% من الموظفين تم ترقياتهم. طبعا احنا عندنا شروط الترقية واضحة في قانون الموارد البشرية من حيث توفر الشغل والمخصصات المالية والشروط الخاصة بالترقية. إذا بنقول بعض الموظفين مثلا تمت مراعاة الأطر الزمنية، المدد الزمنية السابقة، تعديلات أوضاع لبعض الموظفين، ما شاء الله يعني عدد كان كبير اللي تم ترقيتهم الفترة اللي فاتت. يسألون عن فرص العمل لأصحاب الهمم في هيئة الصحة. موجودة، إذا ممكن إذا هم قدموا على الوظائف عندنا، يعني فاتحين الشواغر لجميع الفئات. حابة أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين على إعداد هذا اللقاء وإنجاحه الحمد لله، من فريق إدارة علاقات المتعاملين وفريق إدارة التسويق، شكرا ما قصرتوا. وحابة أشكر شكر كثير لجميع اللي تقدموا بأسئلتهم وتواصلوا معنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المكالمات الهاتفية. شكرا، وان شاء الله الاستفسارات بيتم الرد عليها خلال الايام القادمه من خلال مكتبنا، والاستفسارات اللي بنستلمها بعد بيكون التواصل معاهم بالطرق المناسبه. شكرا.